شكرا سيد الرئيس. الحقيقة هذه الوزارة من الوزارات المهمة، فيها عدد كبير من العلماء والباحثين والخبراء، لكن الواقع لم تستثمر بشكل صحيح. ما أعرف هسه الخلل بالوزارة أم مجلس الوزراء. ملاحظاتي المادة ثامنا، أولا باء للوزير تسمية أعضاء في المجلس من ذوي الخبرة والخبرة من خارج الوزارة. كم عدد الأعضاء الذين يجب أن يحدد؟ يجب أن تحدد هذه الأعضاء بأعتقد 5، لأنه مجلس العلمي هو لا يتجاوز 10. المادة تاسعا، الحقيقة هناك توجه بالترشيق الوزاري، هناك وزارات مترهلة، أشوف أنه أغلب الدوائر وأغلب الوزارات